انا الشيف منار، والنهارده مع سوبر ماما هعمل لكم الكريب الحادق والحلو بطريقه بسيطه وسهله. هنحتاج كوبايه واحده من الدقيق، بيضه واحده، كوبايه ونص حليب، فانيليا للحلو ورشه ملح للحادق، وربع كوبايه من الزيت. هضيف في البوله البيض والحليب وهبدا اخفقهم مع بعض كويس. هحط رشه الملح والزيت، زي ما قلت لكم لو هنعمل الحلو هنحط الفانيليا، وبعدين هنحط الدقيق ونقلبهم مع بعض لحد ما نوصل لقوام سايل خالص. هنحطه نص ساعة يرتاح. بعدين هنجيب طاسة ما بتلزقش، نحط فيها عجينة الكريب ونبدأ نفردها كده بالسباتيلا علشان نعمل طبقة رقيقة من الكريب. بعد كده هنقلبها الناحية التانية ونخليها تبدأ تاخد لون خفيف، وكده الكريب بتاعنا جاهز. نقدر ان احنا نعمله الحشوة اللي احنا عايزينها. انا في الحلو حطيت شوكولاتة دهن، وحطيت معاها كمان موز. ممكن تحطوا اي حشوة بتحبوها، مربى، عسل، زي ما تحبوا. وكده الكريب الحلو جاهز. الحادق كمان تقدروا تعملوا الحشوة اللي تحبوها. انا حطيت جبنة تشيدر وفلفل الوان وسجق وكمان مشروم. ممكن انتوا تحطوا ميكس جبنة، ممكن تحطوا سلامي، بسطرمة، زي ما تحبوا. وكده عملنا الكريب الحادق والحلو من نفس العجينة بمنتهى البساطة والسهولة. تقدروا تعملوا للأولاد، طعمه لذيذ جدا على الفطار أو الغداء أو العشاء. جربوه هتحبوه.